حسب الله ونعم الوكيل فيه. ما ميوت عيال يعيروا الاثنين ديت، انا عيل ميت له يا اولاد. مين يبقى سنده في الدنيا؟ مين يبقى سنده؟ مين وما يبقى مين؟ كسر ظهره ابن الواحد ده اللي كان فاضل له يا اولاد. مين يهد مين ده؟ يرضي مين؟ يرضي مين دي يا اولاد؟ ما يذبحوا طفل كده يا اولاد، بيجري على جيش يا اولاد. شال المسؤوليه بدري. حزب الله ونعم الوكيل. شوف بصي، احنا عايزين حاجة عصمت يجي، عصمت حقه يجي يتعدموا في ميدان عام كده للناس كده، الناس يبقى عشان يبقوا عبرة لغيرهم، عشان ما يعملوش فيه وغيره في كده. هو ده اللي احنا عايزينه. بس قال لهم لا، الولد كان روحه في الطب. راح قال لهم على حد ما عرفت ان ده مصدر رزقه الوحيد. بظروفهم يعني هو ده مصدر رزقه الوحيد، هو وابوه يعني واخواته. وبعدين قال لهم لا، ما الله اعلم بقى خبطوه وعملوا. احنا بقى ايه، ما نعرفش الدنيا يعني. عرفنا ان في جهود امنيه مكثفه في محافظ في من مديريه امن الشرقيه لضبط للوصول للمتهمين، والاهالي هنا بتناشد بالقصاص العاجل والمحاكمه العاجله وسرعه ضبط الجناه او المتهمين بقتل ابن قريه ميت الفرماوي في محافظه الدقهليه من في وعثر على جثمانه بمحافظه الشرقيه.